هذا السائل أحمد خالد يقول: ما معنى الإرادة الإلهية عند أهل السنة، وما معنى المشيئة، وما الفرق بينهما؟ الإرادة ثابتة لله عز وجل، صفة من صفاته، وهي على نوعين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية هي التي يأمر الله جل وعلا بها في خلق الخلق وتكوين الكائنات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه لا بد من وقوعها. والإرادة الشرعية هي ما يشرعه الله لعباده من العبادات، من الصلاة والصيام وغير ذلك، فالله أراد منهم أن يفعلوا هذه العبادات إرادة شرعية شرعها لهم. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. هذه إرادة شرعية، والمشيئة توافق أو ترادف الإرادة الكونية. ليس هناك مشيئة شرعية، وإنما هي مشيئة واحدة، وهي المشيئة الكونية التي ترادف الإرادة الكونية.